عليكم. اليوم حابين نشوف الجزء الثاني عن الاحتراف، او كيف تكون مصمم محترف. كيف تكون مصمم محترف يحتاج الى طرق كثيرة حتى تكون مصمم محترف. فاحنا قلنا ان اول نقطة هي الممارسة، حكينا بيها وقلنا ان الممارسة هي من الشغلات الضرورية حتى تكون مصمم محترف. النقطة الثانية اللي حتى تكون فيها مصمم محترف هي البرامج. البرامج هي اللي تجعل منك مصمم محترف، بس هو المصمم اللي يقودها، هو اللي يعطي الاوردرات، هو اللي يعطي الشغلات حتى تكون مصمم عن الدرجة الأولى. النقطة الثالثة إنه حتى تكون مصمم محترف لازم تسوي سكيتش قبل لا تصمم. يعني أي تصميم دوسه قبل لا تصمم، ما يصير قبل أنت تنسلب البرنامج وتخطي وتقول صعب وهذا ما قدرت. سوي لي سكيتش ودوسه عمود تنزله على الفريم ورك مثلا او على الفوتوشوب او اي برنامج تعب انت تتكلم يعني عنه. النقطة الرابعة ايضا انه تسوي سيرش وتبحث عن المواضيع قبل الدرس، يعني خذ فكرة عني، شاهد جوجل، شوف اليوتيوب، خذ افكار حتى يصير عندك خزينة افكار وتصير عندك سرعة بالممارسة ايضا عشان تنتج لك افكار او تنتج لك شغلات ثانية انت حابها او حاب تكون او حاب تسويها. نقطة النقاط الأخرى مثلا الرؤية، رؤية المصمم تختلف، يعني أنت دائما هو يختلف عن أي شيء ثاني، هو شايف شيء أنت ما شايفه، ويعني خلص أنا يخليني أنت خليك أنت صاحب القرار أو صاحب الرؤية، أنا خلص عجبني هذا الشيء أسويه، ما عجبني غير هذا أظل ممسك برأيك. النقاط الباقية المهمة أيضا إنه لازم الإعجاب، يعني الكومنت او التعليقات اللي تجيك على تصميمك لا تخليها تاثر من عندك، يعني خلص تصميمك قالوا انه عليه يمكن مو جيد او مو شيء، هذا لا توقف منه، خلص انا عجبني هذا التصميم، لا تخلص انتهت حياتك بعد انا ما اصمم والله قالوا عليه تصميم او تصميم، استمر حتى تسوي يعني تسوي تصاميم اخرى، استمر اصلا عادي، هذا النقل مو شيء مو مهم. فلا تنسوا من هذه النصائح اللي حبيت اقدمها بالفيديو، لا تنسونا بالاشتراك بالقناة والدعم، واي كومنت اي شيء كتبوه جوا الفيديو عشان نستمر دائما ان شاء الله تنزيل فيديوهات من هذا النوع. شكرا لكم.